الحمد لله اليوم بدأت مرحلة التصويت وتستمر لغاية 3 أيام من اليوم من الساعة 8 مساء لغاية إن شاء الله 8 يوم الخميس. اليوم بدأت التصويت من الساعة 8 عندنا الحمد لله على المركز إقبال من كبار السن. التسجيل اللي بيسجل الأمور كلها سهلة وأمور كلها بسيطة، يأخذ لها بس دقائق يعني ليتأكد والتدقيق وعقبها على جهاز التصويت. أمور سهلة أكيد، كبار السن لهم كل المساعدة تساعد أنت لين قاية ما توصل، قاية ما يطلع مثل هويته وتدقيق عليها أنه مسجل من الهيئة الانتخابية، وبعدها تقدر تدله وتخبر بالطريقة اللي ممكن يرشح فيها المرشح اللي يرقب في ترشيحه هو.